FM. الكلمة ليك. الانترفيو. التسعة وستة واربعين دقيقة، رجعنا لكم من جديد. حوارنا متواصل مع رئيس جمعية كلنا تونس معز عطية. معز، حكينا على الجوانب الكل تقريبا للقانون والمشروع قانون الانتخابات البلدية والعمل النيابي. المشروع كما قلنا على انتخابات البلدية تم يتم تعطيله إذا كان فهمنا، نظرا أنه بطبيعة فما تحديات أخرى كما قلت أنت، فما أولويات أخرى فرضينها ولا طالبينها الأحزاب السياسية، لكن فما حاجة فرضت أخرى فرضت روحها أكثر، هي الذهاب لحبيب السيد غدوة للمجلس نواب الشعب ومطالبته بمنح الثقة قانونيا برلمانيا. شو مش يصير غدوة معز؟ غدوة باش تكون حكومة صاحب السيد أمام الجلسة العامة في مجلس النواب. هو طلب معناتها إعادة طلب إعادة ثقة في الحكومة متاعه سويت اللي صار في كارتاج والمبادرة متاع سيدة رئيس الجمهورية أنه تكون حكومة وحدة وطنية. ما يتخباش عن الناس الكل، معناتها من الأرجح أنه غدوة الحكومة سي حبيب السيد مش تفقد مستقيلة. مش تكون مستقيلة، سوف لن يقع تجديد ثقة فيها بالطبيعة، دونك مش تخرج من تصريف أعمال في انتظار ولا تتشقق تصريف أعمال في انتظار تنصيب رئيس الحكومة الجديد والحكومة الجديدة. للأسف حقيقة معناتها أنه أول مرة معناتها تصير هذه في تاريخ تونس. ونذكروا أن الحكومة هذه بدأت في جانفي معناتها وقع إعادة هيكلتها اليوم. معناتها الناس الكل معناتها خاصة الأحزاب الحاكمة هي اللي نحات يدها على حبيب السيد، ونقولها بكل وضوح. إن شاء الله هذه أزمة سياسية معناتها ما نجموش ننكروه، ان شاء الله تتحل في اقرب وقت. وقلناها احنا في العديد من المناسبات، وانا قلتها راهو المشكله مش في حكومه حبيب السيد ولا المشكله في الحكومه اللي قادمه، المشكله في كيفيه التعامل مع الحكومه، وخاصه وشفناه ولاحظناه سي منذر من المتابعين نتاع الشان السياسي ويعرفوا اكيد القطيعه التي كانت ما بين الاحزاب الحاكمه وكتلهم البرلمانيه وحكومه حبيب السيد. وهذايا شيء تعجبنا منه. واليوم راو معناتها احزاب موجوده في الحكم تعلن انها سوف لن تجدد الثقه غدوة في حكومه حبيب السيد في الجلسه العامه، هذا اعتراف بفشلهم. انا ما فهمتش معناتها الاحزاب هذه كيفاش وزراها ما استقالوش من الحكومه الى اليوم، معناتها انت مقر بوجودك في حكومه فاشله بالنسبه لك انت اللي انت شكلتها وانت متمسك موجود فيها لليوم. هذا هي حقيقة وينوي باش يقعد من بعد معز معناتها شفنا احنا وزراء خرجت قال لك إعادة ثقة في حكومة لا يعني صح يعني ثقة فشل من الوزراء لا يعني فشل تخريجات غريبة سريالية وزير التجارة دونك قاعدين نسمعوا في حكايات اللي غريبة برشا ومش من شأنها أنها تخدم معز بلاي هزيتني الحاجة أخرى باش نسألك، هل المشكلة تنجم تكون في النظام السياسي؟ صحيح تنجم تكون المشكلة في النظام السياسي، النظام البرلماني هذا نظام جديد مازلنا ما احناش هو مش برلماني ياسر هو نصف شبه هو جاء ما بين برلماني ونص رئاسي ونص برلماني ونص برلماني ممكن مراش مشكل كبير معاذ ممكن مازلنا ما استنسناش به الى اخره، لكن المشكلة في كيفية تكوين الأغلبية وما كانش فما برنامج واضح. معناتها اليوم نحب نحاسبوا حبيب السيد، اليوم حبيب السيد خدم بالبرنامج نتاع الانتخابيه نتاع الاحزاب نتاع الكتله الاغلبيه معناتها حاسلو. دونك نظام البرلماني هو نظام اختاره المجلس التاسيسي، صحيح معناتها اصعب برشا في لاجيستيون نتاعو من النظام الرئاسي هذا اكيد ومؤكد، لكن لازم نتعاملوا معاه ولازم هو نظام موجود اليوم ويجب على الاحزاب السياسيه التي فازت في الانتخابات واللي الشعب التونسي اعطاه ثقته تتحمل مسؤوليتها كامله في تشكيل الحكومه وفي والاحزاب اللي كانت تحكم ان تتحمل مسؤوليتها في فتره الحكم التي حكمتها من 2014 حتى 2016. الحقيقه معز بالنسبه
السيد حبيب السيد ما عرفناش بالضبط هل هو البرنامج اللي يطبق برنامج الأحزاب الكوارتات ولا برنامج توافقي ولا برنامج الحزب الفائز في الانتخابات نداء تونس حتى الآن يعني ضبابية تامة. هو صارت جلسة ما بين الأربع الأحزاب الحاكمة وحبيب السيد قبل أن يقع تنصيبه واتفقوا على برنامج، معناتها البرنامج هذايا كان مزيج ما بين البرامج الانتخابية نتاع الأربع أحزاب هذيا ووقع الاتفاق ووقف الاتفاق وطلب خمسة نقاط من كل وزير يعني غريبة وصارت كل نتاع 100 يوم نتاع 100 يوم إلى كل واحد يخدم على لكن اليوم نشوفوا اللي سي حبيب السيد إلي ديليسي معناتها الإمام لي بارتي دومينون الأحزاب من الأحزاب الحاكمة وهذايا شيء معناتها يقع الاستغراب خاطر معناتها مارينا حتى صوت حتى في المعارضة مارينا حتى صوت نادى باستقالة حكومة حبيب السيد هذه هذه الأحزاب الحاكمة هي المعارضة هي اللي انقلبت على الأحزاب الحاكمة أيه. هي اللي طلبت الاستقالة من حكومة حبيب السيد حتى المعارضة في معارضتها الشديدة وشفناها في البرلمان إلى آخره مارينا حتى صوت يعلو ويقول يجب على حكومة حبيب السيد أن تستقيل رغم الإقرار بالفشل نتاعها وتقول لي معز النظام السياسي ماهوش المشكلة أنا نقول لك بصفتي شخصية نعطيه مرة رأي النظام السياسي هو المشكلة مش خاطر هو النظام السياسي المشكلة في اللي قاعدين يطبقوا فيه خاطر عقليتهم عقلية السياحة الحزبية وعقلية الميركاتو الحزبي وعقلية الموت هذا والفناء على الكرسي قاعد ومعيز ولا وطارد قاعد هو فاشل هو ما حق حتى شيء هو 0.8 تنمية الوزراء الكل نحكي بما فيهم الحبيب السيد ويقول لك ليه مشكلة مش مني مشكلة مش كون عام وستة شهور ما تطلعش حتى 0.1 بالعكس ليه ما حيش الورثة الورثة من الحكومات الأخرى نسبة نمو غلطة الحبيب السيد كان أكثر من 1% غلطة الحبيب السيد وما عملش أوديت تدقيق في الإمكانات المالية المتاحة واللي غلطتي خالص ولا هذاك هو هذا المشكل متاع لا كومبليزانس انتربارتيزان لا كومبليزانس نسكر لك ملفاتك سكر لي ملفاتي هذا هو المشكل الموجود الان مش فقط محاصة لا مش تفاهمات حول ملفات هذا الموضوع الان واحنا عملنا جهتنا قاعدين نخدموا نحاولوا نوري في الحقيقه كما هي والمجتمع المدني مسؤوليتكم كبرت وانه نراغ في معناتها المردود بدا ياخذ ويعطي مش للناس الكل نحكي على المجتمع المدني بصفه عامه ما نعرفش معاوز نعطيه من خلالك انت نخاطب المجتمع المدني تحملوا مسؤوليتكم كما نحملوا مسؤوليه الاحزاب للاعلام للمواطنين زاد باش يقوموا بالمطلوب منهم كيف المجتمع المدني نحيوا الصراعات الداخليه خاطر برشا الصراعات الداخليه كما في الاحزاب كما في الجمعيات قاعدة حاجة كبيرة برشا إن شاء الله المجتمع المدني يكبش كما 2011 ويكبش كما 2014 ويحاول من جهته هو يدفع المسار الانتقال الديمقراطي هذا وترسيخ الديمقراطية ويفضح الفساد ويفضح خاصة العقلية هذه الطمعية ولا البراغماتية الانتهازية البراغماتية عندها معنى إيجابي في الفلسفة الأمريكية أوه على الأمريكية يا L'origine, c'est l'origine est américaine. Le pragmatisme, c'est la philosophie anglo-saxonne. Je suis désolé. Le مخرج قال لك مزيو من الخطاب الفص. زيد هذا يعطيك صحة معز شكرا ليك مشكور اللي حضرت بحذانا. منظر ثابت مشكور جدا على كل التحاليل نتاعك أكيد. نادي يعطيك صحة شكرا هبة مرسي بلال مخرجنا شكرا نادي حذامي شكرا ليكم اللي كنتوا معنا من الستة حتى للعشرة إن شاء الله نهار الاثنين نتلقاو بون ويكاند كابا فان الكلمة ليك